تجري جامعة تكريتا الامتحانات التنافسية لدراسة الدكتوراه والماجستير والدبلوم وباشتراك أعداد كبيرة من الطلبة الذين يمثلون أغلب المحافظات العراقية وبمختلف الاختصاصات العلمية ووفق أسئلة مركزية وضعت من قبل وزارة التعليم العالي مع تطبيق دقيق للإجراءات الوقائية من كورونا. على بركة الله انطلقت الامتحانات التنافسية للمتقدمين لدراسة الدكتوراه والماجستير والدبلوم في كليات جامعتنا اسوى بالجامعات العراقية الأخرى، وهذا حقيقة هو جدول مركزي معد من وزارة التعليم العالي. عدد المتقدمين للدراسات العليا في جامعتنا لمختلف التخصصات 4300 متقدم من مختلف الجامعات العراقية، ويأتي تسلسل جامعة تكريت الثاني على الجامعات العراقية، وهذا دليل واقعي على حقيقة الشعار الذي رفعته جامعة تكريت أنها جامعة كل العراقيين. الدراسات العليا موزعة على 15 كلية بواقع 70 قسم علمي. الأسئلة وضعت ضمن المعايير التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذا اليوم للكليات ذات الاختصاصات العلمية، حيث يبلغ عدد الكليات الممتحنة هذا اليوم 6 كليات، هي كلية الزراعة والطب البيطري وعلوم الحاسوب والتربية الرياضية والأقسام العلمية في كلية التربية بنات والعلوم الصرفة وكلية العلوم. جامعة التكريت هي جامعة لكل العراقيين، وأصبحت يعني جامعة تستقطب طلبة من جميع أنحاء العراق. اتخذت الجامعة كافة التدابير، شكلت خلية أزمة برئاسة السيد رئيس الجامعة منذ الأسبوع الماضي لمتابعة تهيئة كافة المستلزمات الخاصة بالامتحانات وضمن شروط السلامة. هذا أول امتحان يجرى بعد جائحة كورونا، لذلك تم أخذ كل الاحتياطات التي تحافظ على صحة الطلبة وبنفس الوقت لا تحرمهم من فرصة الالتحاق بالامتحان. هناك أعداد كبيرة من المتقدمين جاءت من محافظات القطر كافة، بالإضافة إلى العدد الموجود لدينا من محافظة صلاح الدين. تقريبا العدد الكل المتقدم لكلية الزراعة بحدود 349 طالب، منهم 126 طالب جاءوا من محافظات مختلفة، من محافظات الشمال والجنوب، لأن معروف أنه جامعة تكريت هي جامعة كل العراقيين.